سيطرت مؤسسة فوغان للإبل على سباق المهاري في افتتاحية مهرجان غات السياحي في دورته 25، السباق الذي امتد على مسافة 10 كيلومترات بمشاركة 14 متسابقا من مدينتي غات وأوباري. سباق 11 كيلومتر ومن أقوى سباقات المهاري في ليبيا، وتحصلنا على مرتبة الأولى. كان سباق قوي جدا، في تنافسات قوية، الحمد لله تحصلنا على مرتبة الأولى والثالث. السباق جزء من الموروث الثقافي ومن الرياضة الرئيسية لركوب المهاري أو إيلو جينيا. يعني لما نجو نوصلوا لمهاري العروض، هذه هي اللعبة الرئيسية اللي ترافق الأهازيج والفرق الشعبية الموجودة في المكان. السباق الذي كان يشهد مشاركات دولية في السابق اقتصر هذا العام على المشاركة المحلية نتيجة الأوضاع الحالية في البلاد. فوغل التي تبدو من جميع مناطق ليبيا، ليس أي منطقة ولا شيء، هذه المؤسسة تبع جميع أبناء ليبيا من غاد لحتى غدامس ومكنوسة وباري، جميع المناطق ليبيا. يعد الكورس من أهم العادات التي لا يزال سكان الصحراء الكبرى يحافظون عليها، ويعتبر صيت الفائز أهم من كل الجوائز التي تمنح له، حيث يصل صيته إلى دول الجوار، فالتنافسية الودية بين المناطق تعطي رونقا خاصا للكورس.